لو عجبكم النوع ده من الحلقات يا ريت رجاء تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان نقدم حلقات أكتر وأكتر من النوعية دي. لو قلت عليها نكدية يبقى أنت بتفتري عليها، وحتى برضو لو كشرت أو ضربت بوز هيبقى دمها خفيف. باختصار كده هي دي أنثى الجوزاء. أهلا بكم، أتمنى طبعا تكونوا بخير. في البداية السريعة، متقلبة المزاج أوي واجتماعية أوي ومما لا شك فيه إن هي بتحب الكلام الحلو أوي وبتعرف تقول كلام حلو برضه أوي، يعني ما شاء الله عليها لأنها لبقة لبقة جدا. ما تخافش عليها في حتة اللباقة، أو بمعنى مصري مش عارف هتفهموه ولا لأ أو هتكونوا عارفينه ولا لأ، اللماضة لميضة لمضة. هي أنثى الجوزاء أو بنوتة الجوزاء من النوع، بتحب المناسبات، بتحب الخروجات، وبتحب دايما تكون متجددة في عيون كل الناس اللي بتشوفها من الأبراج ومن البنات اللي بتعرف تلبس كويس أوي، يعني الأبراج الهوائية عامة كلها بتعرف تلبس كويس، والجوزاء بالذات هي والدلو والميزان أيضا، التلات أبراج بتعرف تلبس كويس، عندها ذوق في اختيار اللبس ليها وليك. وخلي بالك ان هي لو حبيتك هتحب شوية تلبسك على مزاجها او على اهوائها، هتلاقيها بتتدخل على فكرة، بتتدخل في لبسك، بتقول لك البس ده بلاش ده، ده كان حلو عليك ده هيبقى احلى عليك. وزي ما قلنا كل دي علامات دايما بتدل على الاهتمام بيك اللي نابع اكيد من حبها. بنوتة أو امرأة الجوزاء دي يعني حكاية ورواية كبيرة قوي. أولا هي عندها القدرة إن هي تدب الحياة في أي حاجة ميتة، يعني فرفوشة دمها خفيف قوي، عندها طاقة وباور كبير قوي، إيجابية في أغلب أو في كتير جدا من حياتها قوي، وده اللي بيميزها عن كتير جدا من بقية النساء. كبرج حمل، انا كبرج حمل حدود اللباقه، عشان في ناس قبل كده سالتني يعني ايه لماضه. لماضه يعني لبقه لدرجه الجاذبيه او لدرجه المشاكسه. انثى برج الجوزاء دمها زي العسل، مش هنقول حاجه اكتر من كده، كده حلو قوي. خلاف ان هي مرحه، يعني ان هي ذكيه جدا، عارفين اللي هي بتفهمها وهي طايره، عارفين الانثى اللي انت تقول عليها سريعة البديهة مش غبية أبدا، تاخد انطباع دايما الذكاء عن أنثى برج الجوزاء دي أول ما تشوفها أو أول ما تتكلم معاها 3 دقايق بس. سبحان الله، حتى لو حاولت تعمل نفسها غبية ما تعرفش، هي كده انتباهها للكلام، ردها السريع، إجابتها المفاجأة، أسئلتها القوية، كل ده يخليك تاخد انطباع إن دي أنثى ذكية جدا. طبعا في انطباعات كتير ممكن تتخذ عن الأنثى لأول مرة، ولكن احنا بناخد الانطباع الشائع الأكثر شهرة المعروف المتعارف عليه. يعني نشيطة ومرنة وبتعشق المفاجآت، ولا سيما المفاجآت العاطفية. خلي بالك هدايا أيا كان، يعني لو انت بتتعامل معاها. وخلي بالك من نقطة كمان لو عايز تفهمها وتكسبها أكتر، إن هي ممكن تنجذب ليك في البداية لو أنت كنت غامض، بس أنت لو زودت في الغموض ده اعرف إن هي من البنات الزهوقة. يعني إيه؟ يعني بتزهق بسرعة، فأنت لو زودت في حتة الغموض دي ممكن تسيبك. هي لما بتحبك بتحسسك إن أنت ملك متوج، وأيضا كن مستعد إن هي هتفرض عليك حصار كامل متكامل. عندها فضول دايما إن هي تعرف كل حاجة عن كل حاجة، فما بالك بقى لما تبقى أنت حاجة مهمة وأساسية بالنسبة لها. الاهتمام بتحب إن هو يرد ليها أضعاف مضاعفة، وده لما بتحبك قوي على فكرة، وبتختلف عن رجل الجوزاء في النقطة دي. بنت الجوزاء عايزة اهتمام، عايزة اهتمام، ومهما عملت على فكرة هتلاقيها بتطلب اهتمام
أكتر وأكتر وأكتر، ما تنزعجش من كده، ده معناه إن هي بتحبك. مجموعة هي فاكهة المجموعة دي، هي صاحبة كل واحد أو كل واحدة فيهم، هي الدم الخفيف، هي الطاقة الإيجابية بينهم، هي الدافع للأمام. دايما أنثى الجوزاء كمان من الأبراج اللي بتختلف عن رجل الجوزاء بنسبة كبيرة جدا جدا. لما هنتكلم إن شاء الله عن رجل الجوزاء هنوضح الجزئيات المحورية دي بيحبها. بتحب الناس، وهتلاقي معظم الناس بيحبوها على فكرة. كمان خلي بالك من نقطة مهمة قوي وانت بتتعامل معاها، ان هي من الابراج او من البنات او من الستات اللي دايما ولازم تحط في دماغك ان هي لو حست ان انت في واحدة مهتمة بيك مش انت مهتم بيها هتاكلك، ممكن تاكلك على فكرة. يعني الغيرة بتاعتها جنونية، بالذات لما بتحب، وغيرتها أكثر من غيرة رجل الجوزاء كمان في النقطة دي. زي ما قلنا من شوية، من الأبراج اللي بيختلف فيها الرجل عن الأنثى بشكل كبير جدا. ذكية وواثقة في نفسها، ومش من الأبراج اللي لو حبيتك هتاخد وقت على ما تعترف لك أو على ما تبين لك إحساسها أو شعورها. هتلاقيها بتحاول إن هي تلفت انتباهك، وممكن على فكرة تصارحك لو أنت من الأبراج اللي بتطول أوي، لأنها ما عندهاش صبر أبدا إن هي تقعد فترة طويلة كده في العذاب ده. وخلي بالك هي من أكثر الأبراج قدرة على النسيان، أو بمعنى أحرى التناسي. ده لو أنت طبعا يعني صدمتها أو ما كنتش بالنسبة لها المرجو أو المطلوب أو النص اللي هي كانت بتدور عليه. مش نكدية إطلاقا، تحب الضحك، تحب الفرفشة، دايما هتعمل لك بهجة وهي في حياتك، وما تنزعجش من كثرة أسئلتها. قلنا هي فضولية دايركت، إذا حبتك هتسألك كتير، ما تنزعجش من الحتة دي وخلي روحك طويلة معاها شوية. كبرج حمل، أنا كبرج حمل أنجذب جدا لأنثى برج الجوزاء عامة، معلومة يعني أبراج الحمل عامة سواء راجل سواء ست تنجذب لبرج الجوزاء، سواء راجل سواء ست برضو، وأيضا برج الأسد الناري. يعني معلومة على الطاير كده، بما إن بنتكلم عن برج الجوزاء يعني، وهو من الأبراج اللي بيجذبني بشكل كبير قوي. تتمتع أيضا بملكة كبيرة قوي، إنها تعرف تدي لكل واحد برستيجه. يعني تعرف لو هي مرتبطة مثلا ببرج على سبيل المثال بيحب اللي يعظم فيه ويحب اللي يحسسه بمكانته وبنفسه، عندها القدرة أوي إن هي تعمل كده، عكس نساء تانية بيكون سبب رئيسي في فشل العلاقة حاجة زي كده، إن هما ما عندهمش القدرة إنهم يعملوا كده. إذن على طول وإحنا بنتكلم عن شخصيتها تستشف من هنا إنها من أقدر النساء على النجاح بالعلاقة، لو كانت هي طبعا حاطة في دماغها وعايزة، متجددة جدا جدا لأبعد الحدود، مرنة سريعة التكيف، لبقة جدا، شيك جدا، وأنيقة جدا، وعندها القدرة طبعا، وعندها من سرعة البديهة والذكاء وطلاقة اللسان ما يثير إعجاب أي حد. وكطبيعة أي برج هوائي ما ينفعش معها أبدا القيود، ما ينفعش معها أبدا الخنقة. اللي بيسأل يعني وعايز نصيحة ازاي يتعامل او يقدر ان هو يحافظ على العلاقة مع انثى الجوزاء، ابعد عن الخنا، ابعد عن تقييد حريتها من الابراج اللي ما ينفعش ان انت تخنقها، من الابراج المتحررة، متحررة جدا، ومن اهم الشروط ومن اهم الثوابت اللي هي اصلا مفطورة عليها. فضولية، هتحكي لك عن نفسها، هتحكي لك عن نفسها قوي قوي، وهتحب ان هي تسمع منك قوي قوي. طب هو يزعلها لو انا ما كلمتهاش عن حياتي؟ ايوه يزعلها، خلي بالك
لازم تخلي بالك من النقطة دي، إن هي عايزة تعرف كل حاجة عنك وبسرعة أوي، فخلي بالك من النقطة دي. وهي كمان على فكرة هتعرفك عن كل حاجة عن حياتها، هي بتحب إيه، بتكره إيه، وفي المقابل هتبقى عايزة تعرف ده عنك. ده لو حصل معناها إن هي حبتك بجد أو حبتك أوي. متقلبة المزاج أوي وقت ما. لو عجبكم النوع ده من الحلقات ياريت رجاء تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان نقدم حلقات أكتر وأكتر من النوعية دي.